ذكرتم سابقا بأنه لا يجوز التصدي لبيع الخمر وتقديمه وكذا لحم الخنزير حتى لمستحليه، فهل العمل في هكذا محلات بعنوان كاشير محاسب ينطبق عليه ذلك الحكم أم لا؟ العمل في نفسه جائز في فرض السؤال. ما حكم العمل مع الأمم المتحدة في مجال المعونات الإنسانية وإغاثة اللاجئين؟ كل عمل إنساني وفيه خدمة للآخرين إذا لم يكن مستلزماً لخلاف شرعي وأمر محرم شرعاً فهو جائز. في بلاد الغرب مهنة توزيع الإعلانات على البيوت، فكل محل يعلن عن منتجاته عبر تصويرها على صفحات إعلانية، ومنها ما يصور النساء غير المحتشمات وكذلك الرجال لعرضها على الناس، بل في بعضها إعلانات لبيع الخمور. هل يجوز للمسلم العمل في توزيعها؟ لا يجوز العمل في كل ما يكون فيه ترويج الباطل والفساد. في بعض البلدان العربية لا يستطيع غير المواطن العمل إلا من خلال القدوم عن طريق شركة أو مؤسسة تجارية يتم من خلالها عقد عمل بين العامل ورب العمل. والسؤال هنا، هل بيع هذه الرخص وشراؤها جائز إذا أراد العامل العمل في غير المؤسسة التي جاء من أجلها؟ جائز ذلك في فرض السؤال، ولكن ينبغي الإنصاف في مقدار المال الذي يتم الاتفاق عليه. هل عمل الإنسان في الغرب في محلات البار بوابا لها جائز؟